يسعد مساكم بالطيب والورد مشاهدين ومتابعين سلام يا كويت عبر فضائية الكوت. بالتأكيد يسعدنا هذا اللقاء في كل حلقة من كل اثنين في كل أسبوع. مثل ما تعودتوا معنا مشاهدين متابعين خاصة نقول عالم النساء إن شاء الله مع كل جديد فيما يتعلق بعالم المرأة، سواء كان يعني ناحية أسرية أو ناحية اجتماعية أو عملية. نحاول نخوض يعني نوعا ما بالصعوبات أو المشكلات اللي تواجهنا كنساء في هذه الحياة، نحاول أيضا أن نلقى الحلول من خلال تحاورنا مع زميلاتي اللي شفتوهم معاي في الأسابيع الماضية وأيضا ضيوفنا الكرام. إذا نقول لكم نبتدي بسم الله ونشوف معاكم فقرات سلام يا كويت. ومع فقرة المرأة في أسبوع واليوم عندنا أخبار اللي تميز المرأة في عالم الأدب والرواية وأيضا عالم الإخراج، ويقول الخبر الأول رواية نورس باشا في لبنان. في دار الجمل اللبنانية وقعت الأربعاء الماضي الإعلامية الجزائرية هاجر أقويدري روايتها نورس باشا، وهي الرواية التي منحتها شرف التتويج بجائزة الطيب صالح الدولية بالسودان، حين حصدت المرتبة الثانية من بين 124 روائي من مختلف دول الوطن العربي. والخبر الآخر لمتابعين الشاعرة الفلسطينية ليليان بشارة، نقول لكم بأن جديدها هو عن دار راية للنشر في حيفا، وضمن سلسلة مساحة إبداع صدر الديوان الجديد للشاعرة الفلسطينية ليليان بشارة منصور بعنوان شرفة الماء. يعتبر الديوان الجديد هو الكتاب الشعري الرابع للشاعرة بعد ثلاث مجموعات شعرية ودراسة أدبية وعمل قصصي للأطفال. أما بالنسبة لي خلونا نقول الآن أيضا في مسابقة الأفلام القصيرة عندنا هذا الخبر اللي يقول خارج الأبجدية في السويد. خارج الأبجدية هو عنوان الفيلم القصير الذي سوف تشارك فيه من خلال المخرجة السورية رولا الكيال في مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان السينما العربية في مالمو بالسويد. الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة ليوسف إدريس وهو بعنوان لغة الآي آي. إذا نقول لكم هذه عندنا أخبارنا اليوم اللي تميز المرأة يعني بالفعل بالمحافل الدولية والأوطان العربية في المجال الأدبي والإخراج السينمائي. أما الآن في فقرة ومضات ما ننساها طبعا ما نستغنى عنها في كل حلقة من سلام يا كويت، ومع أستاذتنا أستاذة الإرشاد النفسي والاجتماعي الأستاذة انتصار الرضي من دولة البحرين، نشوفها معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في هذه الحلقة وراح نتكلم عن الطفل التواكلي. شنو مفهوم الطفل التواكلي؟ أحب أول بالبداية أوضح إليكم أن الطفل يولد وصفة التواكل موجودة عنده، طبعا شيء بديهي أن الطفل في مرحلة مبكرة جدا ما يقدر يعتمد على نفسه في تلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه، فيلجأ إلى أو يعتمد على الوالدين بصورة رئيسية وعلى الأم بدرجة أولى. الأم هني تلعب الدور الرئيسي في أنها تبدأ تعود الطفل في الانفصال والاعتماد على نفسه تدريجيا. هذا الموضوع ما يتم بين يوم وليلة، يتم على مراحل عدة. نبدأ من عمر الثالثة، يبدأ الطفل من المفترض أنه
بدأ يقدر أنه يعتمد على نفسه في تحقيق بعض احتياجاته وتلبية بعض مطالبه. طبعا في هاي اللحظة تحديدا، في هاي العمر تحديدا، الأم تلعب الدور الرئيسي في أن تزيد من تواكل الطفل عليها أو تعلمه أنه يبدأ الانفصال عنها. وللأسف الشديد الكثير من الأمهات ما يكونون واعين إلى هذه المرحلة الحساسة، لأن الطفل يبدأ باختبار أمه في أنه يستغل العاطفة بين الأم وبينه، في أنه يستمر في الاعتماد عليها بصورة رئيسية وفي شتى الاحتياجات. وأعطيكم على سبيل المثال من الأمثلة البارزة جدا عندنا، الطفل في عمر المدرسة يبدأ يستغل هذه العلاقة أو هذه العاطفة بينه وبين الأم في أنه تتابع معه احتياجاته أو دروسه اليومية. بعض الأمهات يكونون واعين جدا إلى هذه المرحلة العمرية، أنه يبدأون يفوضون بعض المهام إلى الأطفال، يعطونهم الثقة ويمنحونهم الثقة الكبيرة في أن أنت قادر على أن تدير أمورك في هاي الناحية الدراسية أو في هالوضعيات أو في هالمواقف المعينة. بعض الأمهات بالعكس يزيدون من اعتماد الأطفال عليهم. كانت عندي إحدى الأمهات في مرة من المرات قالت عبارة أن ظليت أفكر فيها في فترة، لما تقول إحنا أمس كان عندنا امتحان، عندنا يعني عند الأم وعند الطفل، تحاول أن تندمج معاه في كل احتياجاته بحيث أن الطفل ما يقدر أنه يستغني عن الأم أو يعتمد على نفسه إطلاقا. طبعا لازم أوضح إليكم أن بعض الأطفال اللي يعني يستمرون في مشكلة اللي تكون عندهم مشكلة التواكل ويستمرون في الاعتماد على الأمهات، من الصعب جدا أن ينفصلون عن الأم حتى في مراحل مبكرة يمكن يدخل فيها الطفل، حتى ينتقل من الطفل إلى الطفولة إلى سن المراهقة وهو ما زال معتمد على الأم. في أسباب أخرى أيضا غير هذا، غير الغفلة الأمهات، في سبب أيضا هو نقص العاطفة أحيانا عند الطفل. لوحظ في بعض الدراسات إلى أن 30% من الأمهات اللي يمنعون بصورة معاكسة عن الموقف الأول، اللي يمنعون أطفالهم من الاعتماد عليهم في سن مبكر، هم بطريقة أو بأخرى يشجعون أطفالهم على التوكل أو التواكل أو الاعتماد على الأم في سن مبكر أكثر وأكثر. شلون؟ يعني الأم في سن مبكر الطفل تلاحظونه حتى لما يمشي مع أمه يحاول أنه يمسك عباتها، هذا دليل على أنه يعني لحد الآن يعبر فيه الطفل هذه الحركة، يعبر فيها الطفل عن احتياجه الشديد إلى الأم، احتياجه إلى أنه يكون ملتصق بها وقريب منها. بعض الأمهات يواجهون هذا السلوك بطريقة يعني عنيفة أو بالرفض والمقاومة. الطفل في هذه الأحيان ما يواجه هذا الرفض بأنه يبتعد، لا، بأنه يقترب أكثر أكثر ويعتمد على الأم أكثر وأكثر. من المهم جدا عند الأمهات أن يعون إلى أن هذا التواكل في فترة من الفترات العمرية مرحلة طبيعية، تحاول الأم بطريقة دبلوماسية تقنع الطفل أن أنت تقدر تعتمد على نفسك، تعطيه الثقة الكاملة، تمنح الفرص إلى أنه يظهر ذاته ويحسن التصرف في بعض المواقف، وتحاول أنها تشجعه وتثني على سلوكه. وهذا هو الطريقة التدريجية اللي تخلي الأم فيها الطفل يعتمد على نفسه. حياكم الله مجددا مشاهدينا، ومع بداية التحاور في موضوع خلنا نقول بصراحة يعني جدا حساس ويتعلق بحياة المرأة ونفسيتها خاصة حينما تكون متزوجة. لكن أول شيء خلنا نرحب بزميلتي، شلون استاذة وفاء، شو اخبارك؟ انت شلونك؟ مساك الله بالخير. الله يسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله بالخير وبالنور. احنا دائما نقول ساعات ان خلينا نحاول نكون محايدين على اساس لا يزعلون ريايل. في مواضيع تحتاج تكوني محايدة، في مواضيع لازم تكوني هجومية. نعم صحيح. احنا كان عنوان حلقتنا اليوم تكلمنا على اساس ان احيانا المرأة خاصة لما تكون متزوجة استاذة وفاء، ممكن البعض يعني يشعرون بان هي فقدت هويتها او كيانها بعد الزواج. اي هل يعني هذه حقيقة تؤمنين فيها؟ اول شيء لازم احنا نعرف شنو الهوية يعني وداد، عشان احنا نقول فقدنا هويتنا ولا ما فقدنا. يعني اللي هي الهوية شنو؟ هي كيان الانسان واحساسه بذاته. فهل بعد الزواج يفقد الانسان احساسه بذاته؟ مع ان احنا نعرف انه يعني الزواج استقرار وسكن، سواء كان بالنسبه للزوج او بالنسبه للزوجه.
فمستحيل انه يكون في فقدان الهويه. قد يكون الانسان يفهمها خطا او يعني يمكن له مفهوم اخر. في يمكن بعض الحالات اللي ممكن نحن نقول يفقد فيها الانسان الهويه، لكن ترى لي انا بالزواج المفروض انهم بالعكس الحين استقروا او بدوا او كونوا حياه جديده، فتبتدي بالعكس يبتدي يعني ذاتهم او كيانهم يبرز مو انه ينفقد. يمكن يكون في بعض المواقف اللي راح نشوفها يمكن نطرحها خلال اللقاء نشوف. لان احيانا يعني في اكو يعني بحريم يتكلمون استاذ وفاء تقول انا اشعر بان زوجي عنده حب التملك، عارفه شلون؟ لذلك يعني يحاول انه يعني يسيرها او يغيرها على حسب تفكيره، على حسب او العكس صحيح وداد. نفس الشيء في زوجات ممكن هي بعد تغير تفكير زوجها وتخليها متسيره باتجاهها او بالاشياء وبرغباتها. نعم. فيعني على قولة القايل سيان الامر سيان، ها؟ اثنيناتهم نفس الشيء سواء يعني كان بالنسبه يعني ممكن يصير تغيير بعد الزواج؟ طبعا اكيد اكيد. يعني نعرف انه في الزواج شخصيتين مختلفتين التقوا. فكل انسان بيفرض اراءه وشخصيته ومثلا الشيء اللي يحبه الشيء اللي يكرهه، فقد يلتقون وقد يفترقون، عرفت شلون؟ فممكن في بعض الاحيان ممكن يكون يعني في توافق، وممكن في بعض الاحيان يصير اختلاف، لكن عاد هني الشطاره وين؟ وين يعني الزوجين اللي هم يقدرون انهم يحصلون الاختلاف او التوافق بحيث انهم ينمون هذا الشيء او يبتدون في حياتهم يكون حياه سعيده، ويحاولون يتلافون الاشياء او الخلافات البسيطه اللي تصير بينهم او اللي ما يتفقون عليها من البدايه. صحيح. شلون؟ يعني ممكن نوصل الى مصطلح ان الواحد يقول فقدت هويتي بعد زواجي سواء كان الرجل او المراه. والله ممكن ممكن، فعشان قاعد اقول لك يعني في بعض المواقف ممكن يقول الانسان في فقد هويته، وفي بعض المواقف يقول لك بالعكس انا تغيرت شخصيتي صرت انسان افضل او احسن، يمكن ما كنت في العادات او الاجتماع العادات الاجتماعيه او مثلا ما كنت يعني اقدر اوجب او اي شيء. مثل نفس الشيء البنت. نعم. مثلا خلينا نقول ما كانت تعرف تطبخ او ما كانت تعرف مثلا تدير البيت، بعد الزواج شفنا انسانه ثانيه. على قولتهم الام تعيس قومي واشتغلي وتعلمي. لا ماكو بس حق الريل تقوم تشتغل يلا تغلاص الماي. بعد الزواج تلاقينا واحده ثانيه قد تكون مثلا الحين فتحت بيت، تكون قادره على انها تربي عيالها، قادره على انها تدرسهم، قادره على تلبي احتياجات الزوج. فاذا معناته اكيد قاعده تتغير شخصيتها، بس احنا شنو نقول؟ نقول الافضل مو للاسوء يعني شلون؟ فهذه النقطه. طيب احنا قاعدين نواجه احيانا يعني مشكله استاذ وفاء لما يكون للاسوء، لما تكون يعني للأسف. في طريقه خلينا نقول من الطرفين صح بطريقه قمعيه، طريقه خلينا نقول فرضيه، لما يفرض واحد من الطرفين شخصيته على الاخر او بيمشي البيت على القرارات ما في اللي هو يبيها. وداد انا ترى والي شلون يستمر؟ لا ابدا ما يستمر صدقيني، اذا كان في هذا الشيء ابدا ما يستمر والله الحمد، يعني ان شاء الله ما نشوف هالاشياء. نعم. لكن احنا نعرف ان الزواج سكن، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم انه هو سكن صح ويكون بينهم موده، سكن فاذا يعني بدا استقرار مفهوم. أيوة. استقرار بالعلاقه. فاذا بدا كل انسان يبي يفرض شخصيته وآراءه وبعدين ما يتنازل او مثلا لا يعني ان انا رايي يمشي او رايي هو السائد، فبالتالي راح تشوفين انه خلاص مدام هو قاعد يعاند انا اعاند معه. فاذا ما راح نشوف هني في خلاف خلاف خلاف، خلاص بعد الحياه تصير مستحيله وما راح يقدرون انهم يعيشون او يعني يواكبون الحياه. المشكله استاذه وفاء ان هم ياخذونها ناحيه ضعف او عدم يعني بروز الشخصيه او قوتها سواء المراه او الرجل، يقول لك انا شلون امشي على طوع المراه انزين او زوجتي وانا شنو ماني ريال ماني الابو. ونفس الشيء بالنسبه للزوجه وداد، تقول لك يعني ليش هو بعد جاي يفرض يعني راي علي؟ هو هي شراكه ولا صحيح. يعني مثلا خلينا نقول مؤسسه ولا شراكه ولا انه هو يفرض رايه؟ يعني هل هو مدير وهي مثلا موظفه عنده؟ لا طبعا. فتلاقيهم يعني على الطرفين يعني عرفت شلون؟ نعم. فممكن انهم ان شاء الله يتفقون وتمشي الحياه على قولت يمشي القارب فيهم. او انهم اذا ما اتفقوا او يعني يصير في خلافات بسيطه ممكن اطراف خارجيه تتدخل بحيث انهم يعني ما ينهون عيش الزوجيه او مثلا تكون الزواج قائم، فبالتالي انهم يتدخلون باشياء بسيطه جدا بحيث انهم يقدرون يحسنون العلاقه فيما بينهم. لان تدرين يعني اذا مقبلين على الزواج عمر كم؟ 18 19 سنه، قد ما يكون عندهم ثقافه الزواج. صحيح. فبالتالي تصير المشاكل انه هو مثلا اهله مثلا ما علموه بالنسبه للزواج ان انت ان هذه زوجتك يفترض ان انت تاخذ برايها وان هي شريكه لك ومو انت اللي تفرض رايك عليها يعني فرض، وانما انتوا سواسيه مثلا في اعطاء الاوامر او الارشادات وبالتالي تقدرون تحققون حياتكم. نفس الشيء بالنسبه للبنت، يا يما انت بدام كونك انت داخله على حياه اذا لازم تعرفين ان الزواج مو بس طلعه مو بس مطعم مو بس وناسه. صحيح. يفترض ان انت لازم تعرفين مسؤولياتك تجاه تضحية. ايوه تجاه زوجك، تكوني قادره على تديرين بيت، لازم تكوني مدبره منزل ناجحه،
تقدرين يعني مثلا خلينا نقول ميزانيه تقدرين تديرينها، مو من اول يوم وصل المعاش طار بالسوق وخلص. احلى شيء الميزانيه، خلتها مسكرت البنك وبس خلاص، تاخذها من زوجها، بعدها انا القاعده شايله البيت وشايله العيال. هذا هو. عيل نقول ان شاء الله اليوم عنوان حلقتنا جدا بصراحه ممتع ومفيد، نقول ان شاء الله للي قاعده تواجه هذه المشكله في حياتها او تشعر بان هي فقدت هويتها. طبعا ما نستغنى استاذه وفاء عن الراي الاكاديمي طبعا في هذا المجال. مخرجنا عندنا فاصل الحين ولا بعد شوي؟ اوكي نكمل هذا الحوار. احيانا اكاديميين يعني ياخذونها بطريقه علاجيه نفسيه استاذه وفاء، فان شاء الله اليوم راح نحاول نخوض مع ضيفنا الكريم، راح يكون معنا ان شاء الله دكتور جاسم الخواجه. طبعا حضرته استاذ علم النفس بكليه العلوم الاجتماعيه قسم علم النفس في جامعه الكويت. راح نحاول ان شاء الله نتكلم عن النفسيات، الحالات اللي ممكن تأثر في هذا النوع من الإحساس بفقد الهوية. طبعاً يا ترى ليش؟ هل بشخصية الإنسان نفسه ولا بسبب الظروف المحيطة فيه؟ طبعاً وايد، هي في وايد بنود يعني وداد، عرفت شلون؟ يعني خلينا نقول مثلاً للمقبلين على الزواج لازم يعرفون إن في سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة إن في أشياء مثلاً تساعد مثلاً على الود على الحب، في أشياء تزيد من الشجار، فبالتالي لازم يتلافون هذا الشيء. فاذا لازم احنا ناخذ يعني نعرف شنو الاشياء اللي ممكن يعني على اساس ان احنا بناسس الحين منزل او عش الزوجيه، فلازم يكون على اسس. فاذا انا عشان ابتدي هذه البدايه الصحيحه لازم تكون في عنده فتره خطوبه، عرفت شلون يا وداد؟ يعني مو مثلا احنا نقول انا وايد معك إيه يعني الحين نشوف احنا الحين خلال اسبوعين خطوبه على طول زواج. طيب ومتى تعرفوا على شخصيات بعض؟ خصوصا اذا ما كان في بينهم مثلا خلينا نقول معرفه سابقه، او مثلا ما يعرفون الاهل، يعني خطبه عاديه خلينا نقول مثل احنا تقاليدنا، ان الولد والله يما انا بتزوج وبيروحون يدورون له بنت الحلال ومن العائله اللي يعرفونها، وبالتالي يلتقون متى؟ في فتره خطوبه بسيطه جدا، اسبوعين او حتى شهر. طيب متى قدروا انهم يعني يحطون على بعض؟ صح وداد، متى قدروا انهم يحطون لهم مثلا اسس حق الزواج اللي هم بيقبلون عليه؟ شلون التعامل، شلون تربيه الابناء، شلون صرف الميزانيه، شلون هذا البيت، يعني هل مثلا لو انه صار عندنا عزومه شلون بنستقبل الناس، هل انت ممكن تروحين اي مكان او اي عزومه تنعزمين؟ فاذا انا لما اي مثلا اصطدم مع الزوج الحين انا معزومه، لا انت ما تروحين، لا شلون انا ما اروح مثلا عرس ولد عمتي، عرس ولد عمي، انزين لا انت ما تروحين، مو لزوم تروحين. هذا فش يصير يبتدي هنا وداد؟ نعم. يبتدي الشجار. طيب احنا ما اتفقنا على هذه الاليه من قبل في الخطوبه. صحيح. ما عرفت انه هو يمكن ما يحب ان انا اطلع مثلا في اوقاتي اللي هو يكون موجود. اذا هذا هم الامر متعلق بهويه المراه طبعا أو هوية أكيد الرجل. أكيد أكيد أكيد. يعني نوع من ان انت لا تسيطر او انت لا تفرضين رايك او تسيطرين. فاذا متى اتفقوا على هذا وداد؟ اذا هم خلال فتره بسيطه مثلا خلينا نقول اسبوعين او الشهر يلا بيطلعون مثلا او بيستانسون او بياسسون حتى او بيجهزون حق مثلا بيت الزوجيه، فبالتالي ما التقوا في فترات انه هم يعرفون اطباع يعني الواحد على الثاني. صحيح. ايضا احنا نشوف انه دائما في فتره الخطوبه كل واحد يبين الجانب المشرق في شخصيته، سواء ان انا يعني حبوب وكلامي حلو ممكن اضحك وكريم، فبالتالي هني ما شافت هي مني الجانب اللي مثلا فيه لا سمح الله كان مشكله او الجانب ايه الواقعي ما كان صار مثلا في مشكله او شيء عشان نواجهه. نفس الشيء بالنسبه للزوجه، انا شفت من الزوج مثلا الهدايا مثلا الطلعه والوناسه، فانا ما التقيت او ما عرفت ان انا مثلا ان انا شلون اتعامل معاه بشخصيته، او ما عرفت شنو الاشياء اللي يحبها او الاشياء اللي يكرهها. ليش؟ لانه ما ظلوا فتره طويله مع بعض، يعني يا دوب اذا مثلا كانت هي دوام او هي جامعه وهو نفس الشيء، متى بيلتقون؟ العصر او بالليل، فتره طلعه وبسيطه، يعني يا دوب بيسولفون ما ياخذهم اشياء مثلا عن الحياه كلها اللي هي ما بيعيشون. صحيح. فتلاقيني تروالي انا عشان كذي نلاقي سواء كان الرجل او المراه انهم يفقدون الهوية. وعلى فكره استاذه وفاء يعني حتى بعد فتره من الزواج، حتى لو كانوا متفقين وحتى لو كان في يعني تعارف بشكل جيد بينهم قبل الزواج، ما يكون. لكن سبحان الله بعد فتره من الزواج ملح الزواج يتغيرون. مو يقولك الحياه الزوجيه بدون هذه البهارات الشجارات ولا هذا تصير مره نكهه توصل للمحاكم استاذه وفاء. يعني لا بس يعني طبعا ما نقول الشجارات اللي يعني تمتد الى يعني ايام واشهر، ولا سمح الله يصير انه يعني واحد يقل ادبه على الثاني او يعني يتعرضون لعوايل بعض. لا احنا نقول يعني اشياء خلافات بسيطه وديه، يعني بحيث انه هو يعني سواء كان هو زعل او هي زعلت، لكن يكون في بينهم مثلا الود موجود او مرتبط، بحيث ان كل واحد يبين وجهه نظره ويعني ترجع الحياه مره ثانيه، ولله الحمد يعني ان شاء الله حياه سعيده بالنسبه له. واحيانا ايضا نسمع بان الرجل يفضل بان يعني يقترن بمراه تكون ضعيفه نوعا ما، او ما عندها ثقافه في الزواج، او تكون صغيره في السن، يقول لك ممكن انه ياثر عليها ممكن هو يقدر يشكل شخصيتها. طبعا هذا بالطريقه يعني اللي هو يبيها. شخصيه هذا الرجل اللي يدور كذي نوع من المراه ضعيف،
يعني بمعنى بالعكس هي مو ان انا يعني بسيطر عليها عشان انا اروح ادور لي وحده ضعيفه ولا مسكينه. على فكره ترى ممكن العكس بعد يعني ما بنظلم الجانب ممكن الرجالي ممكن مره تفكر يعني تقول في خطوبات او يعني خطبه تصير شنو تقول لما تقعد البنت مع هذا لا مو هذا اللي انا ابي ليش لا هذا كل شيء قال لي كله واحد يعني انا اعرف وحده قالت لي ان بنتها رفضت الزوج ليش او الزواج الاقتران في وقت الخطبه كانت تقول لها انا يمه كل ما قلت له شيء قال لي حاضر كانت تقول انا ما ابي واحد شخصيته ضعيفه كل ما قلت له شيء يقول لي حاضر لا لازم في اشياء يقول لي لا ما يعني انا موافق عليها اذا سبحان الله هو ترى يعني يتعلق يعني شفتي حتى نفس الشيء للمراه نفسها نفس الشيء على حسب ثقافتها او الجانب الفكري بس انا ترى المفروض ان الرجل لما يدور على المراه او المراه تدور على الرجل في حياتهم الزوجيه الجديده يفترض انهم يكونون على ثقافه معينه وبالتالي انهم يكونون قادرين على انهم يعني خلينا نقول يعني على مستوى واحد بحيث انه ما يكون واحد اعلى من الثاني ولا واحد انزل من الثاني يكونون مستوى واحد. نعم اذا استاذه وفاء نقول نرجع مره ثانيه على عنوان الحلقه فقدت هويتي بعد زواجي، هل هذا الموضوع حقيقي؟ راح نناقشه ان شاء الله باسباب نحاول ان نلقى حلول لهذه المشكله وان شاء الله نوفق في هذه المهمه انا معاك وان شاء الله مع ضيفنا باذن الله الدكتور جاسم الخواجه، خلكم ويانا بعد هذا الفاصل. نرحب فيكم مشاهدينا مجددا ومع فقد الهوية بعد الزواج نرحب فيك طبعا ضيفنا الكريم دكتور جاسم وشفت معانا هذه المقدمة الساخنة وما نستغنى طبعا عن رأي الأكاديمي والإرشاد النفسي في هذا المجال. الله يسلمك. التغيير يعني دكتور جاسم شيء طبيعي يعني من سنة الحياة أن الإنسان يتغير أو شخصيته تتغير حسب الظروف بالتأكيد اللي مر فيها الواحد في الحياة، لكن المشكلة لما تحصل ما بين الزوجين يعني تصبح كاتهام لما هي تقول حق الزوج أنت تغيرت أو هو يقول أنت تغيرتي، ممكن هذا الشيء يقلب حياتهم رأسا على عقب، فيا ترى شنو الأسباب؟ هل في أسباب مشتركة؟ هل هذا شيء طبيعي؟ أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الزوجين عندما يدخلون على بعض في مجموعة من القضايا يمكن احنا نعطيكم الحين محاضرة شوية في علم النفس إن شاء الله ما تكون مملة بإذن الله تعالى. بالعكس بنستفيد دكتور. أي في بداية نقول أن في شيء اسمه الأدوار اللي يقومون فيها الأفراد اللي موجودين في المجتمع. نعم. الأدوار هذه تحددها مجموعة كبيرة من العوامل. واحد بيولوجية أشياء في يعني في جسم الإنسان. قدرته ذكاء أو غيره وفي أدوار يعني العوامل هالأدوار تحددها اللي هو الأسرة التنشئة الاجتماعية أنتوا الآن الإعلاميين لكم دور الثقافة كلها الكمبيوتر وغيره وكذا هذه راح تترك يعني نوع من تشكيل لشخصية الإنسان والأدوار التي يقوم فيها. أنا قاعد أبتدي في البداية ليش إن هما يختلفون الزوجين، ففي شيء اسمه عندنا الأدوار الاجتماعية. إحنا كلنا الآن يعني هذه المنصة اللي إحنا قاعدين فيها قاعدين نلعب أدوار. أنا قاعد ألعب دور أزعم في نفسي إني أنا دكتور فاهم وقاعد أقول معلومات معينة وأنتوا هم أيضاً تقابلوني أنتوا قاعدين تلعبون دور الإخوان اللي موجودين كل واحد ماسك كاميرا وكذا فهم يلعبون أدوار منظومة متكاملة أي اللي بالبيت قاعدين هم كل واحد يلعب دور هذه الأدوار اللي موجودة تشكلت بوجود يعني عوامل عديدة ومختلفة عشان كذي احنا نسميها هوية تراكمية يعني بمعنى أنه يعني يلعب فيها دور التربية الوالدين الإعلام المجتمع صحيح فاحنا نسميها هوية تراكمية صحيح هو هذه التراكمات اللي تصير احنا راح تصير عندنا راح يعني في عندنا أربعة أنماط من الأدوار اللي تصير موجودة masculinity اللي هي الرجولة وفيمينيتي اللي هي الأنوثة والأندروجينس وهذه اللي هي يكون خليط بين الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة والأندفرنشيتد واللي هو يكون الغير مميز
فاحنا نشوف في المجتمع مالنا، وهذا اللي قاعد يعني لازم نلاحظه، ان المراه تقوم بدور الرجوله. يعني شنو معنات دور الرجوله؟ دور الاجتماعي للرجوله، ان هذه الدور راح تكون هي تصنع القرار، شجاعة، مقدامة، يعني تقدر تدافع عن نفسها وعن الآخرين، قوي شخصية المرأة. هذا الدور محبوب من قبل المجتمع، ولكن غير محبب لو إنه يجي الزوج يتقدم لامرأة ويقول لها والله أنا بزوجت، ويلاحظ فيها هذا قوة النمط. الشخصية قوة الشخصية، مو قوة الشخصية كثر ما نقول اللي هو المجتمع يبي الإنسان القوي. نعم. الأندروجينس هذا اللي نقول للنوع الثالث، يعني هو شخصيتين، إن المرأة أو الرجل. ضل المرأة؟ ها؟ المرأة ضل المرأة مثلاً وتقوم بدور. نو نو ويت، أنا هذه أنتوا راح تزعلون بعد شوي. بعدين بس. خلينا نقول المرأة. الدور هذا، الدور الثالث اللي احنا تكلمنا عنه، راح يلعب الدورين، اللي هو دور القوة ودور الفيمينين اللي هو الدور الثاني. الفيمينين شنو؟ ان المرأة الحنونة الرقيقة العاطفية اللي كلها تبكي، اللي مش عارف تحب المكياج والديكور ومش عارف ايش، وهذا وجدوا ان شخصيتها ضعيفة مع انها هي امرأة. فهني الإشكالية راح تصير إذا الإنسان راح يتزوج، وهذه بندخل مدخل ثاني وراح تشوفون شنو المشكلة، اللي هو قناع يسمونه الزوجية. يعني من هذه الأدوار اللي الإنسان يدخل فيها في المجتمع، راح يلبس قناع احنا سميناه قناع الزواج. وأنا هذه يعني يمكن في يعني إذا كان الكاميرا يلتقطونا أو شيء. يعطيك العافية دكتور، حطيت لنا قناع قبل الزواج. قناع دكتور، قناع قبل الزواج. مو هذا يعني هذه قناع. إي مو هذا هو، مو هذا هو قناع قبل الزواج، وهذا اللي قاعد يصير. أنتم قاعد تتكلمون إن الزوجين إذا ياو يتزوجوا، فشنو هنا القناع اللي يلبسونه كل من الزوجين؟ واحد من هذه الأدوار يمكن هما يكون موجود عندهم، بس يبتدون شنو يسوون؟ يخفونه. ليش؟ لأنه يبي يسوق لنفسه. أنا بنوتة حليوة رقيقة ناعمة، أنا مطيعة، أنا أسمع الكلام، أنا مش عارف إيش، وأنا كذا وكذا. الرجل راح يقول إيه والله أنا ريال آدمي طيب زين ومش عارف إيش وكذا، أحبك وأعزك وكذا من هذا القبيل. بس خلينا بعد الملكة. بعد الملكة، بعد دكتور شوي هم أشوى، بعد الزواج يقول بعد الملكة، بعد الملكة شوي أشوى. لا، مو هو المشكلة، الإشكالية هني تصير إنه يعني بعد كتب الكتاب، بعد هني كتب عندنا الكتاب. أنا ضمنت أمر صار خلاص زواج، إحنا ملكة زواج يعني. يا إيه هذا أنا ضمنت، ما في بعد ردة ولا في إصلاح للأمر، مصيبة يعني هذه. دكتور فهني هذه الإشكالية اللي أنت قاعد تتكلمين عنها، إن هذه واحد بدت في أدوار اجتماعية لها آثار طويلة وأشكال، وقلت أنا شكل من الأشكال مالها. عيون الأزواج يرتدون القناع. إذا ما نظلم أحد الطرفين، إنما الطرفين كلاهما ممكن يتغير. إيه طبعا أكيد. نعم. قلنا هالنقطة، هذا القناع قناع قبل الزواج هو الإشكالية الأساسية الموجودة عندنا، إن كل من الزوجين وهذه اللي احنا نشوفهم يقعدون يتكلمون مع بعض يسولفون مع بعض قبل الزواج، بعد الملكة، وبعد أسبوع أسبوعين ثلاثة من الملكة تبتي شنو يصير؟ تتغير. إذا هذا التغيير دكتور جاسم أستاذ وفاء، شنو ممكن نقول إن أبرز التغييرات اللي قاعدة تحصل بعد الزواج سواء المرأة أو الرجل؟ تكلم دكتور. لا تفضل دكتور. أوكي. هني يعني تعتمد على أهم قضية ثالثة بنقول، إن البرسبشن الإدراك. كل شخص في المجتمع عنده نمط معين
في تحليل المواقف اللي موجودة حوله. فهني قبل الزواج هو مدرك للموضوع بطريقة معينة ويستجيب عليه بطريقة مخطط لها، وبعد الزواج راح هو يدركها يدركها ولكن يبتدي يستجيب لها بطريقة مختلفة. استجابة هني تصير يعني على سبيل المثال قبل وقت يعني التعارف او شيء، والله الزوارة الاولى وهالشكل، والله هذه اولادنا هذه بنيتنا، اوكي والله خليهم يقعدون يعني هني قبالنا يسولفون مع بعض، يقول والله ابي ماي، هي تفز تقول له تفضل هاي تفضل هاي كلاس الماي يعني اشرب ومش عارف ايش، قال له لا 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 بابا هي ربت بيت، لا يبا الله يطول عمرك ان شاء الله هذه بطل ربت بيت، اي لا لا انت اول اشربي انت ما يصير انا اشرب بعدك. انزين بعد ما يسوون الملكه يعني يقول له اعطيني كلاس ماي، صوتي على الخدام يعني انا خدام تبوك ان شاء الله خدامه يعني أنا شنو انا اشتغل عندك مش عارف ايش ممكن يكون هذا ما تشوف المشغوله صوت علي احد يمك، مو هذه هي اشكاليه هني يعني انا ما اقول على كل الازواج طبعا، هذه احنا لازم نكون منصفين ان في بعض الازواج بالفعل عندهم الادراك يختلف. يعني الدكتور قاعد نقول عن حالات كثيره قاعد تصير الحين، يعني وداد لما طرحت عن فقد الهويه لان في مجموعه كبيره منهم دكتور، يعني انا نوهت من ساعه قلت انهم يعني يكونون يعني قادرين على انهم يعرفون شنو مفهوم الزواج، فبالتالي يصير اثنيناتهم الحين لما مثل ما قلنا انه يفقدون هويتهم، ليش؟ لانهم الحين ما عرفوا شنو مفهوم الزواج. اي بس ايش حقه يفقدون هويتهم؟ لان واحد هم في بدايه في ادوار اجتماعيه هي تعلموها، اثنين انه يعني البرسبشن او الادراك اللي الان قاعدين يلعبونه هو اللي راح يشكل الهويه الحقيقيه اللي هم اخفوها يعني قبل ما يرتبطون. فهني انا قبل الزواج البعض، احنا ما نقول، انت تقولين في كثير من الناس وكذا، هذا خلينا احنا ما نبي نعمم، نقول بعض الناس اللي موجودين انه بالفعل في ناس يقعدون يخفون اذا انا اي جلاس ماي بعدين اعتبره كبيره، انت شلون ما يعني ما تجيبي لي جلاس الماي ومش عارف ايش وكذا، او مثلا يقول حق الزوجه يعني انت ايش رايك، يعني هل انت يعني مثلا تعطيني حريتي اني اتصرف او اني اعمل ما اي لا يبا على كيفك، مو دكتور مش السؤال الدارج دائما يكون وقت الخطبه، يصير اطلع يوم مع صديقاتي ارفع عليك اللي كان لا ما عليه ما عليه بعد الزواج منو قال تروحي مع صديقاتك؟ لا 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 دائما يعني هذا السؤال يطرحونه البنات. لو سمحتي لي في قضيه صارت ان الزوج يعني مع زوجته قالت له يعني انت يعني هل انت مؤمن باني تعطيني حريتي اني اتصرف واختار الاشياء وكذا ومش عارف ايش وهذا؟ قال ايه لا يباع ولا يهمش. فهذه كتبوا الكتاب خلصوا، بعد اسبوع يعني يبي يطلع وياها وكذا، فقال لها تعالي انا عندي مفاجاه لك. اوكي شنو هذه المفاجاه؟ نعم. فراح ولا اقبال فيلا في منطقة يعني سكنية جميلة وشارع جميل وكذا وشقة في مكان وهذا، فقال لها امشي نصعد، قالت له وين؟ قالت له تعالي هاي الشقة شايفها وكذا، قالت اوكي يعني يمكن بيوريني اياها يعني نشوف ان هل شلون تصميمها ومش عارف ايش. دخلت فتشوا الباب ولا فيها من الهيب الى الابرة، فيها الطاولات فيها مش عارف ايش فيها الكبت فيها يعني مفروشة كل حاجه مفروشه جاهزه. نعم. فقالت له شنو هذه؟ قال هذه شقتنا. زين هذه التفتت له قالت له يعني متى اخترتها؟ قال انا من كثر ما انا مستعجل احبك واعزك رحت اليوم الثاني من كتب الكتاب اجرت الشقه هذه
وفرشته بس بعد بالكامل. ما تعبي نفسك. هو قاعد يضحي وعلي، لكن مشكله ان هذه ما تتقبل. اي مو هذه يا تو ساعه تقول تعطيني حريه الاختيار، والحين انت فارض علي الشقه وفارض علي الاثاث. بس على فكره وعلى نيتها يعني، انا اسميها على نيتها يعني طيبه. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار بعديها؟ اليوم الثاني قالت له انا قالت له اتصلت فيه الساعه 7 الصبح، قالت له تعال انا ابيك الحين تيجي. شنو ايش تبين الساعه 7؟ قالت له الحين انا ابيك. هذا الريال طق ما صدق قدرته، هي عند الباب دق الهرن. ها قالت له الحقني بالسياره. قال شنو السالفه؟ الحقك بالسياره وين؟ عاد بدت الحين فرض الشخصيه. يلا تعال الحقني. دق 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 دق. ها ولا يوقفون عند مجمع المحاكم في الرقعي. قال لها شنو السالفه؟ قالت له تعال اصعد. خوف مفاجاه دكتور. روح اصعد. فيو عندنا في الدور مال هذه. قالت له يلا امشي نتطلق. لا اله الا الله. هني يعني قالت له احنا اتفقنا على مبدا انت خنته. اي بس عاد على طول على اولها طلاق يعني. مو هذا هذه اشكاليه. هذه بدايه الحياه. هذه اشكاليه. تتنازل عن شيء تتنازل عن كل شيء. عن القناع ما في هذا. صبر دكتور. المشكله ما في صبر يعني. هو هذه شنو الاعتقاد اللي موجود؟ هو اعتقد معتقد ان يعني إيه إيه والله انا بفاجئك كذا وبونسج بالتصرف اللي انا بسويه. هي شنو مقتنعها؟ ان هذا بيصادرني، ان مش عارف ايش وكذا وهذا. اي فاذا هذه اللي احنا نقول يعني نعم. يعني الإدراك. لكل شخص من الاشخاص اللي موجودين هويته نعم. ويجب ان احنا نحترم الهويه نعم. بس العامل المهم على الاقل بوجهه نظري انا يعني مع احترامي لزملائي الافاضل يعني يمكن عندهم اراء مختلفه نعم. ولكن الشيء الاساسي الذي يشكل يعني الهويه هويه المراه هي اعتقادها ان ماذا هي تعني بالنسبه لنفسها، وماذا يعني لها الزوج، وماذا يعني لها المجتمع المحيط فيها. نعم. فهنا راح يبتدي. انت لو سمحتي لي انت قلتي شنو الجوانب يعني سامحيني اني انا وايد يعني درت فيكم. فانت شنو الجوانب اللي هي راح تصير فيها التغير الموجود؟ ترى هذا يعتمد على معتقدات الانسان صحيح. وافكاره. فاذا كانت عند الانسان افكار سلبية عن أي جانب من الجوانب راح يبتدي شنو؟ يبتدي يتغير. مثلا الفلوس، يتزوج الزوج ويعني يعني شرع الله يقول النفقة على الزوج صح. ولكن بعد الزواج يقول حق الزوجة أعطيني البطاقة مالتك صحيح. أنت تشاركي لي بنص الأجار. يا بابا شنو أجار؟ ليش أجار أشاركك فيه؟ أنت تشترين ملابسك أنا ما علي منك. إذا هنا تعالي، وهذا جانب من الجوانب اللي احنا شفناه انه يتغير بعد الزواج. دكتور جاسم عفوا على طاري هالسالفة، ترى هذه يعني قصة حقيقية. واحد خطب وحدة بصراحة صديقتي المقربة لي يعني إذا قاعد تسمعني على الهواء، قال لها من شروط استمراري معاك ان شاء الله ونكون سعداء بحياتنا المشاركه. قالت له شلون؟ كان يقول الفريزر عليك والثلاجه علي. هذه عاد انا يبي لها تفسير بصراحه. هل الفريزر لانه في مثلا ليدام اللحم والدياي اغلى من اغراض الجمعيه اللي بالثلاجه؟ ما ادري. هي قالت لي فريزر علي والثلاجه علي، انفسخت الخطوبه والله معك، ماكو زواج. مو هو هذه يعني الجانب المادي يعني. لا بس الجانب المادي يعني هو انت قاعده تقولين شنو هو الجوانب اللي يتغيرون فيها ها. يعني مثلا المراه تقول والله انا انا بقوم بشغل البيت ومش عارف ايش وكذا وهذا، ولكن بعد الزواج تقول ابي خدامه. يا بابا ليش ما احنا كشفنا روحنا صحيح. يعني عندنا يعني اكثر من يمكن 40 نقطه موجوده يعني ما يتاح المجال ان احنا نطرحها. ان ليش يبا ما قعدنا مع بعض وقلنا شنو احنا نبي، كشفنا عن هويتنا. ما عندنا الصراحه المواجهه. شنو بعد دكتور شنو يصير؟ يصير احد اسباب يعني الشجار بين الزوجين النقود. يعني هو يعني خلينا نقول اسباب الشجار كثيره، جزء منها
جزء منها راح يكون منها بالنسبة للنقود. نعم. يعني مثل ما قلنا الدكتور النفقة لا هي مو اسمعيني سامحيني بابا هذه حكم الله احنا ما فيها مجال مو هذا احنا قاعد نقول دكتور ساعات في ناس يعني رجل ما يفقه انه مثلا المفروض انه هو عليه صرف بيقول لك لا انا شرع الله لك كسوة صيف كسوة مثلا شتاء لك ولعيالك مثلا ان انا اوفر يعني مثلا مطعمكم او مشربكم بس الباقي انا مالي شغل فيه هذا شرع الله مثلا بيقول لك يعني هو بيرجع بيقول لك مثلا تبين تلبسين بزياده تبين حق حفلات او طلعات لا هذا شيء كيفك انت عندك معاش وتقدرين تسوين هذا الشيء مو هذه اذا انت بتين يعني بنرجع ما نبي ناخذ السياق الديني اوكي خلينا لان الشرع حدد يعني جوانب انت لازم تلتزمين فيها الزوج يلتزم فيها لازم مسكن ومشرب ومش عارف ايش وكذا بما يعادل يعني المرأة وعيشتها السابقة وهذه جانب يعني معقد ويعني محسومة اعتقد في قضايا بس هو في اشياء ثانية هو الانسانية يعني انت انا مو بالضرورة ان انا بس كسوة طيب شنو هي الكسوة اللي موجودة ولكن الجانب الروحاني اللي احنا يعني نقصده الان ان انا ادراكي والمعنى اللي موجود عندنا عندما اجي واتكلم مع زوجي واقول لها والله انا نيتي اني اعمل كذا وكذا وكذا ولكن بعد الزواج ابتدي اتغير الزوجة تقول حق الزوج والله انا إيه لا انا بهتم في البيت وبقعد وبسوي ومش عارف ايش وكذا ولكن ابتدي شنو اغير لماذا هذا لماذا اللي انتم يعني هي الجوانب اللي تفضلتي فيها الله يطول بعمرك ولماذا لماذا الخلفية التنشئة الاجتماعية التربية زائد البرسبشن what does it mean for me انا شنو معناته اني انا اسمع كلام زوجي شنو معناته انه هو يأمرني يقول لي مثلا لا تروحين بيت اهلي هل هي متقبله الفكره ولا تعتبر انها سيطره من مثلا ادراكها لها مو التقبل راح يجي من الادراك الموجود طيب. عندنا دكتور جاسم استاذ وفاء المشكله ان الطرفين ما يفهمون ان طريقه الحياه الظروف الانسان يمر فيها فرضا لو نتكلم عن المراه يعني هي تكوينها كأم للابناء لابد أن تتغير سواء فسيولوجيا بدنيا الجسم يتغير طبعا بالهرمونات بهالأمور ممكن تسمن غير لما خذاها ضعيفة ووايد معجب كان بجسمها المشكلة هني الرجل أو الزوج يرفض يعني بعد فترة معينة من الزواج وبعد ما تجيب العيال يقولها تغيرتي طيب شلون يكون الآن تقبل شلون يظل انسجام بينهم وهي مو ذنبها أصلا يعني فشلون نعالج هذا الموضوع برايكم استاذ يعني وفاء. انا بالنسبه لي اقول مثل ما قلنا وداد يعني انها يعني كونها مثلا دشت الحين عش الزوجيه لازم لها ثقافه معينه عرفت ان الحين هي بتكون مسؤوله عن بيت او مثلا تربيه اطفال هم اتفقوا الحين فيما بينهم فلما هم يكون كان في اتفاق اساسا ما راح يصير في زعل بين الزوج والزوجه اي بس الاتفاق لو سمحتي لي يعني خاضع لاشكاليه ثانيه اللي احنا قلنا عنها شنو الادراك وشنو القناع اللي هم لابسينه سابقا فاذا كان هم كل واحد لابس قناع ويبي يكشف عليه بعد الزواج او بعد شهرين او بعد ستة اشهر او بعد سنه من يعني الزواج فهذا شنو اللي راح يترتب عليه وبعدين انه شنو ادراكي للموقف اللي موجود امامي ان انا الزوجه تتصرف شنو انا يعني يتصرف الزوج شنو ادراكي لفعل الزوجه شنو ادراكها لي انا فهذه اللي هو راح يترتب عليه اللي هو تصرفاتهم فيعني اذا بنصحح الموضوع يعني بالنسبه لي انا في الجلسات الارشاديه اللي نسويها انه هو تعالوا يبقى خلينا نصحح القناع هذا اللي انتم لبستوه قبل يعني حياتكم الزوجيه قبل ما تتزوجون اثنين راح نصحح عملية الإدراك أنت ماذا يعني لك إذا قالت لك زوجتك إنه والله أنا أبي أسافر مع صديقاتي شنو معناته هذه شنو هذه تبي تروح إذن في تفسيرات تكون يعني حسب تفسيرها مش عارف إيش وكذا زين تعالي بابا أنت مو متزوجه
مو عندك عيال. صح. ليش تبي تسافرين؟ تعالي ليش تبين تقولين انا بسافر مع صديقاتي؟ مو هني المبدا يقول ول انت مو تبي تعطيني هويتي. اي هذا هو انا مستقله. وهل هويتها مثلا بالسفر بروحها؟ هل هويتها مثلا بالسفر بروحها؟ هذه النقطه اللي يعني يدور فيها الحوارات اللي انتم قاعدين تقدمونها. انا تعالي يبا العبايه اللي انا بلبسها يبا يعني انا بلبس عبايه بس فيها تطريز. دكتور في ازواج يتحكمون حتى بالوان اللبس اللي يلبسونه زوجاتهم. مو هي هذه هني انت الان اذا قلت انا مالك حق تلبسين هذا التطريز. نعم. اذا هل هو ازاله الهويه مالت المراه او اني انا كان عندي بالاصل موجود عندي بس ما بينته ما بينته التصرف الصحيح. طيب يعني مقابل هذا يعني الموقف انا بالنسبه لي ماذا يعني لك هذا الشخص هذا التطريزه مثلا. نعم. اللي موجوده شنو تعني لك؟ اذا انت تعني لك ان هذا فساد خلقي او ان هذه والله جذب الانتباه او مش عارف ايش، تعال يبا خلينا نصحح هذه المدركات اللي موجوده. فاذا الطريقه اللي احنا نصحح فيها يعني كل انسان يجب ان نحترم هويته، يجب ان نعطي المسافه. يعني مثلا في يعني فتاه تقول يعني زوجي يقول لي ان عيالك يجب انهم ياكلون هذا النوع من الاكل. طيب هي تقول له يا ولدي الحلال خلينا نوكلهم شيء ثاني. لا ما يجوز. طيب اوكي انا بروح بيت هلي باخذهم وياي. اوكي اذا بتاخذينهم لازم ما ياكلون ما يلبسون الا هذه الملابس. وبعدين لو سمحتي انت لا تلبسين هذه الملابس. بعدين اذا انت قاعده في بيت هلج منو بيقعد وياكم في بيت هلج؟ ولد عمك راح يكون موجود، ولد خالتك راح يكون موجود وكذا. فانت اذا هني شنو اللي انت راح تتصرفين فيه؟ اذا انا راح ابتدي هنا اللي احنا نسميه الغاء يعني مثل ما نقول الهوية. لا تلبس الهوية. نعم. لا تاكل. نعم. لا تتصرف لا مش عارف هي وعيالها بعد هي وعيالها. مو هذا هو الغاء الهوية للجميع. بس احنا نيجي يعني مع الاخوان هذا اقول لهم تعالوا يبا خلينا نفكر بهدوء. صح. لو سمحتي ماذا يعنيك الله يطول بعمرك اذا انت جيت يعني قلت حق زوجتك لا تلبسين الا هالعبايه شنو يعني لك؟ انزين تقول لها لا تروحين بيت هلج شنو يعني لك اذا هي راحت؟ فاحنا يعني او دكتور منو موجود؟ يعني ولد عمها او ولد خالتها يمكن متربين مع بعض يعني قايمين قاعدين بيت واحد كانوا. ما يخالف بس هو هني بالنسبه له هو تعني شيء معين. يعني انه يقول والله انا يعني في يعني ضيف يقول والله انا يعني زوجتي مثلا تبي تطلع قالت انا بطلع مع اهلي بعد شويه ولا اشوفها يعني في السوق طالعه ويا ولد خالتها. طيب يعني شنو هذا؟ هل انا بفكر ان هذه خيانه؟ نعم. او ما لها حق انها تسوي الشيء هذا؟ وليش ما لها حق؟ اذا دكتور جاسم مساله فقد الهويه على حسب ما الانسان او الطرف الاخر يفكر فيها او شلون يتقبلها. هل هي مقبوله؟ هل هي تعتمد على تنازل او تضحيه ما بين الاثنين؟ ويا ترى شو اللي ياثر على فقد الهويه؟ لكن لما نكمل بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. اوكي. حياكم الله مجددا مشاهدينا. ونقول يعني لأي مداخلة لأي يعني نقول مشكلة واجهها أحد الطرفين عندنا هواتف البرنامج وأيضا الإيميل لأي مداخلة حابين تفضفضون إن شاء الله ضيوفنا ما راح يقصرون في الإجابة عن أي سؤال أو حابين أي حل مشكلة إن شاء الله ما راح نقصر معاكم. نتكلم الآن عن مسألة التنشئة الاجتماعية، الظروف التي يعني تكون حول الزوج أو الزوجة، هل هي لها الأثر في تغيير الشخصية؟
أكيد طبعاً، يعني مثلاً إذا هو تربى على شيء معين مثل ما قال الدكتور أنه يكون في عنده إدراك يلبس قناع. طيب هو ليش يلبس قناع؟ يلبس قناع أكيد في شيء يكون مو حاب يظهره وبالتالي قاعد يخش أو يقطيه. لكن إذا هو كان في تنشئته الاجتماعية، عرف مثلاً خلينا نقول الأم والأب في داخل البيت شلون يتعاملون مع الأبناء بالنسبة لهم، فينعكس هذا على شخصية الولد أو حتى على شخصية البنت، يبتدون يبرزون إنه بالتالي إنه مثلاً لما يتعاملون مع بعض والله شكراً الله يعطيك العافية تسلم يدينك، يعني دائماً بعد القدم مثلاً تسلم يدينك أمه ما قصرتي الطبخة حلوة. فهذه لما يكون عنده الولد يسمعها لطول أو البنت تكون أيضاً بعد نفس الشيء تسمعها ينعكس في حياتهم الزوجية. يعني لما يبتدي الحين في حياته نفس الشيء، إنه مثلاً ممكن يقول حق زوجته عجبته الطبخة والله تسلم يدينك ما قصرت اليوم الأكل وايد حلو، فإذا هذه له تنشئة اجتماعية. أيضاً إن إحنا نعرف إنه يدرك الولد أو البنت إن هذه الحياة الزوجية هي حياة شراكة، مو حياة فيها يفرض الإنسان رأيه على الآخر وبالتالي أنا أقول لا أنا والله تعلمت، أو مثل ما نقول أمنا وأبونا ربونا كذي، أو دائماً الرجل يقول مثلاً ما يتعامل بهذه الشخصية أو بالسيطرة والله أبوي كان كذي أو يدي كان كذي، أشوف ما صار في حياتهم هذا الشيء أو هذا الخلاف. طبعاً حياة سابقة غير حياتنا الحين، غير التطور السريع والحديث، خصوصا مثل ما قلنا احنا وسائل الاعلام الانترنت الفيسبوك لتويتر، هذه كلها خلت يعني ينفتحون على العالم. صحيح. فبالتالي صارت الشخصيات تغيرت مثل ما قلنا احنا دكتور تقول يلبسون قناع، فاذا يعني في اشياء قاعد يسوونها اكيد يعني يحتاج انه هو يلبس قناع. دائما احنا نقول يمكن من اسباب الشجار دكتور سوري ليش يضطر انه يلبس قناع؟ ما قاعد اقول لك انا يعني مثلا الانفتاح اللي قاعد صاير على العالم او شيء مثلا، يعني قاعد اقول انه هو ليش يلبس قناع؟ اكيد في شيء يبي يخشه علشان كذي قاعد يلبس قناع. طيب اذا كنت انا على شخصيتي او على سجيتي اذا راح يكذب من بدايه، ما هذا هو يعني. هذا اللي بنوصل له. فاذا جزء من اسباب الشجار دكتور في الحياه الزوجيه اللي هو اللي احنا قاعد نتكلم عنه القناع اللي يلبسونه، او مثلا عدم القدره على انهم يتفاعلون مع بعضهم البعض، يبتدي هذا الشجار انه قاعد يفرض السيطره على الزوجه، او بالعكس نفس الشيء بالنسبه لي الزوجه تبتدي تفرض رايها وانه لا انا بروح اليوم المكان الفلاني لازم اروح المكان الفلاني، بلبس هذا الشيء اذا انا بلبس هذا الشيء، باكل هذا الشيء او بسوي اليوم الطبخه هذه، كيفكم تاكلونها تاكلونها. فاذا يكون عندنا دكتور عرفت شلون؟ فيصير انا تروالي بهذه النقطه. اوكي. انا التنشئه الاجتماعيه اكيد لها دور يعني كبير وفعال في الموضوع، واللي مساء انا قلته يعني ان احنا نبتدي من الدين لواقع على يعني التنشئة الاجتماعية هذه أو أي أساسي، يعني الإنسان اللي يقرأ القرآن ويتبع يعني نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعني السنة النبوية بكاملها، هذا راح يتصرف بطريقة معينة. اللي يشوف أن الوالدين اللي أنت ذكرتيهم وشلون يتصرف وكذا وشلون أساليب التنشئة الاجتماعية اللي موجودة وأساليبها العديدة مختلفة، راح يكون النموذج بالنسبة له، راح يكون النموذج الأم والأبو، مو بس قضية يعني النموذج إحنا اللي هو هل يستخدمون القسوة، هل يستخدمون التذبذب، هل يستخدمون التدليل، هل يستخدمون الحماية، يعني أساليب يعني عديدة مختلفة. بعدين تدخل عندنا الرفاق والصحبة. صح. اللي موجودة وكانت كيف تأثر، وإحنا كثير من الأشخاص اللي موجودين اللي عندهم الهوية اللي إحنا نتكلم عنها إن هي هويتها ما هي هويتها ولكن هوية صديقتها شخص آخر، يعني هي اللي تمشي وياها أو هو يمشي مع مجموعة من الأصدقاء اللي موجود، فإذا هذه هم الهوية تتأثر في عملية التنشئة الاجتماعية في الأصدقاء اللي موجودين عندنا. بعدين الإعلام أنتوا دوركم وشنو الأدوار اللي أنتوا تبرزونها دكتور، بعد يمكن استشارة الناس الغير مختصين عند حدوث مشكلة أو شجار أو شيء يمكن يعطونهم آراء خاطئة فبالتالي يطبقها في حياته، نشوف تلاقين يمكن يصير هذا سبب بعد يعني أيضا. أي صحيح، يعني بس يعني هذه يعني إحنا إذا بنغطي أساليب التنشئة معذرة إذا سامحتيني، يعني هذه يعني في الإعلام وفي يعني إحنا نسميها حتى دور العبادة. صح. يعني دور العبادة تلعب دور كبير في المحاضرات الدينية جينية. وكذا من هذا القبيل راح تلعب دور، فإذا هذه إحنا نقول يعني جزء كبير من التنشئة الاجتماعية، فراح يخلق. نعم. اللي تفضلت عنه يعني الهوية
اللي موجودة عند الإنسان. طيب دكتور جاسم، هو يتفاعل مع الناس. عفوا، يعني هل في أساليب أيضا يتبعها الزوج حتى يغير شخصية زوجته، يفقدها هويتها على أساس أنه خلاص يمشي البيت على كيفه وقراراته تكون مجابة ومطاعة، فعلى أساس أن المرأة تأخذ حذرها أيضا نفس الوقت؟ أوكي. يعني ما في طريقة ناجحة إلا القناعة المتبادلة فيما بين الطرفين. وأنا في مقرر علم النفس الاجتماعي اللي أدرسه يعني في الجامعة عندنا، مع أني متخصص في الإرشاد النفسي، فيعني ما نبي نذكر الدول يعني، بس نقول إنه في أحد الدول اللي موجودة كانت تبي تتجسس على دولة أخرى، فكانت ترسل طائرات ومش عارف إيش وكذا حتى يبتدون يعني يطالعون وين مصانعهم مش عارف إيش وهذا وهذا، اللي كانوا يسقطون طياراتهم فيمسكون الطيارين ويقعدونهم في مختبرات خاصة يعني لمسح الهوية واكسابهم هوية أخرى. أوكي. هذا الشخص بعد سنة سنتين تصير مفاوضات سلمية ومش عارف إيش وهذا، فيرجعونه حق دولته. هذا من يرجع يأكل الهمبرجر يرجع يعني كما كان يوم ولدته أمه. فهني الإشكالية مسح الهوية ترى ما هو سهل. طبعا ما هو شيء سهل. يعني إنه يجي الزوج يقول أنا بمشيها على العجينة مثل خبطش ومش عارف إيش المثل هذا، يعني هذا الكلام يعني سخيف وما له أي قيمة. المرأة إذا أرادت أن توهم الرجل أنه هو طرزان وجبار تستطيع أن توهمه في هالشيء هذا. نعم. وتوهمه أنه هي ما عندها شخصية وما عندها كيان غير أنه هو اللي يعني هذا، فهو يبتدي يعني يعيش في يعيش الدور عليكم. انا واحده من صديقاتي تسولف لي، مو صحيح هذا، تقول لي انا زوجي ثقافته محدوده، تقول انا من بيتنا يعني امي وابوي تقول ثقافتنا يعني حيل عاليه. فتقول في اراء معينه مثلا هو ما يقدر يبت فيها او يسويها، فشو اسوي؟ تقول اقترح عليه بس إن كانه هو اللي قايله، فتقول حتى يتفاجئ ان انا قلت هالكلام، نفس الكلام اللي انت قلته بالضبط والفكره اللي انت طرحتها. تقول هو مو قايل الفكره، تقول قمت يعني كل ما قال فكره قلت نفس الفكره اللي انت كنت قايل لي اياها من قبل. تقول لدرجه انه يعني انا قلت هالفكره، تقول انت قلت لي هالفكره من قبل. فشوف شلون يعني قاعد يصير انه قاعد تواجهه وتقول له انا اقول لك يعني ما يخالف، كان الانسان قاعد ينسى انه قال هالشيء ولا ما قال. اذا تنطلع عليه مسكين الله يعطيه العافيه، فتقول يعني قمت اواجهه من هذه الناحيه. يعني شفت شلون؟ ايه؟ يعني الهويه ممكن نقول احنا في ناحيه ايجابيه. نعم. انه اذا يعني عارفه ان هذا الشيء مثلا في صالح الاسره او في صالح البيت او في صالح المنزل. بس اذا تنطلع عليه لا طبعا سوري. يعني انت هو قاعد تقول شيء وتنطلع عليه انه هو ابتكر النقطه هذه. احنا عندنا طريقه افضل، يعني انا اقدر اقول حق يعني مثلا زوجتي او اقول حق زوجي مثلا انه والله ايش رايك احنا في عندنا ثلاثه اختيارات وانت تختار الذي يناسب. فهني احنا نضع الثلاثه الاختيارات اللي احنا معجبين فيها واللي نبيها، ولكن هو يعني يلعب الدور في اختيار يعني الشيء المناسب من الثلاثة. نعم. يمكن هذا، بس إن شخص مثل ما تفضلتي إنه هو مو قايل شيء وتقول لزوجته تقول هذه الله يعطيه العافية، يعني يحتاج إلى يعني إذن ندرس أكثر يعني حتى يعني نعرف شنو اللي قاعد يصير. تقريبا تعتبر فطنة أو ذكاء من المرأة لما يعني تتكلم معه في موضوع معين وتقنعه بدون ما تحسس انه هو فقد هويته او قراره. حتى الرجل المفروض هني يعني الاحترام التقبل. نعم. المنطق العقلانيه اللي موجوده هي الاساس. احنا بشكل غير مباشر خلنا نقول يعني. لا لا لو سمحتوا لي خلونا نكون اكثر يعني ابي اكون اكثر بساط. انا ما ابي لا ابي امسح هويه اللي قبالي ولا أنا أمسح هويتي،
واحنا في يعني في احد الاختصاصيين اللي يعني له خبره طويله في العلاج الاسري سالوه قالوا له يعني هل معقول ان زوجين يستمرون في حياتهم الزوجيه وعندهم 12 نقطه اللي هو الدرزن يعني يعتبرون ان هذه الكمال ان اكبر عدد انهم يستمرون في حياتهم؟ قال انتم متفائلين 12 نقطه يختلفون فيها انتم متفائلين؟ لا يبا يختلفون اكثر من 12 نقطه أكيد. ولكن اهم شيء الاحترام والتقبل المتبادل فيما نعم. بينهم نعم. الله يحفظكم. احنا يعني احنا هذه الـ يعني اللي اتمنى انه يوصل الى يعني المشاهدين ان احنا ترى مو في جيم ان انا بمسح هويتك وانت تمسح هويتي لا يبا احنا كل واحد يحترم هوية الطرف الثاني يقدر الطرف الثاني يعني شنو هو يحبه يعني من ضمن يعني اللي قلت انا في يمكن اكثر من 30 بند من البنود اللي موجوده يعني واحده منها الاهتمامات. يا اخي ليش ما نتشارك في الاهتمامات؟ ليش انا امسح اهتماماتي حتى إن انت ترضى؟ ليش ان ما انت ترضى الا لازم تمسح كله. هويتي وتمسح انتمائي الى فكر معين او شيء؟ هذا لا يبا نختلف ولكن نحترم بعضنا البعض. وهذا اللي احنا نبي يعني اتمنى انه يمكن الكونكلوجن على قولات النتيجه النهائيه اللي بنطلع منها احنا ضد مسح الهوية. طيب شلون نحقق اختم الجلسه الحين بهالكلمه هذه؟ شلون نحقق هذا الحل المشكله دكتور بدون ما تتازم العلاقه ما بين الزوجين؟ هذه الله يحفظك اذا انا جيت يعني فهمت الادراك مالي ان هذا الانسان اللي قبالي انسان وله الحريه يا اخي يتكلم وياخذ يعني قرارات وانه يا اخي يشتهي شيء يعني يسويه او يلبس شيء بطريقه طبعا في السياق العام يعني انا ما اقول ان واحد نقول والله هو كيف انه يتصرف انه يلبس بكيني ويطلع بالشارع يقول والله احنا انت اعطني هويتي لا ما يجوز يعني احنا السياق العام المنطق العام ما يخالف بس يعني ما يجوز ان انا اي اضرب مثلا استخدم العنف واضرب الزوجه او اني استخدم مثلا لوي الذراع مع الزوج اني اخذ العيال واهرب فيهم اروح بيت الاهل ومش عارف ايش على ان قصب عليك لازم انت تتغير. لا يبا خلينا نحترم بعض نقدر بعض يعني نتقبل هذه النقطه اللي انا قاعد اقولها نتقبل بعض مع الاختلافات العديده اللي موجوده عندنا. وارجوكم ما نبي مسح الهويه، نبي كل واحد بهويته. صحيح مقدار انا اسف يعني خذيت منكم الحكي. يعطيك العافيه دكتور. لكن عندي سؤال يقول من هي المراه الاكثر قابليه للتغيير بعد الزواج؟ لكن بعد هذا الفاصل نبي جوابك. مرأة شوف قابلية إذا نرجع على محورنا من هي المرأة الأكثر قابلة للتغيير سواء كان طوعا أو نقول رغما عنها، يا ترى شنو الأسباب أو شلون تكون شخصية المرأة هذه اللي تتغير أو لما تفقد هويتها تتقبل خلنا نقول دكتور غصبا عنها؟ والله أنا من وجهة نظري ما في يعني إنسان راح يتقبل إنه يمسح هويته إلا إذا كان هو شخصياً مو مقتنع بهويته. يعني إذا كان هو يعاني من يعني اللي احنا نسميه يعني انخفاض في مفهوم الذات وتقبل الذات، فهذا الإنسان إذا هو بهذه الصورة هو اللي يمكن يكون قابل لعملية. هل في يعني صفات معينة دكتور جاسم تدخل بموضوع مثلا إذا كانت صغيرة السن بعدها ما عندها خبرة في الحياة طيبة قلب ثقافتها قليلة عاشت بيت أهلها مثلا مكسورة ودائما مطيعة يعني ممكن قد تكون صغيرة سن بس ما شاء الله عندها شخصية أو فاهمة أو مثقفة يعني ما يخالف مو شرط صغيرة سن قد لا تكون ضعيفة يعني مثل ما تقولين في بيت الأهل وتعلمت على الضعف لما راحت بيت الزوج أيضا ظلت ضعيفة ممكن ترى بعد حتى فكرة يعني إحنا في المجتمع الشرقي كون الرجل هو المسيطر
أو هو الآمر أو هو الناهي، دائماً الأم تبث هذا حق بنتها، ترى يما هذا زوجك ولازم تطيعينه ولازم تسمعين كلامه ولازم شورة وما تطلعين من برا من شورة. فإذا تعودت على أنها لازم أن مثل ما كانت هي مثل أبوها كان بالنسبة لأمها نفس الشيء بالنسبة هي حق زوجها. أوكي، يعني هو الجانب الاجتماعي شيء والجانب الشخصي شيء ثاني. يعني إذا إحنا النمط الاجتماعي اللي موجود يفرض علينا شيء أنه يقول حق المرأة والله أنت سبب في الخطأ اللي ارتكبتيه ولهذا زوجك طلقك، أنت لازم تعدلين سلوكك حتى زوجك يعني يشعر بالسعادة، أنت أساس السعادة في المنزل. فإذا كان هذا المجتمع يعني إحنا اللي حوالينا يقول الشيء هذا، فإذا إحنا راح نعتبر المجتمع يعني قال حق المرأة أنت مثل هاللمبة هذه، أنت تطفينها وأنت شبينها، فأنت المسؤولة عن الشيء هذا. هذا صح، يعني جانب اللي إحنا قاعدين نشوفه وإحنا شفناه، يعني إنه يعني حقيقة إنه في أسر تقول حق بنتها أنت الخطأ منك، أنت المفروض لازم تغيرين شخصيتك، لازم تغيرين هويتك وكذا وهذا، بحيث يعني بحيث يتناسب مع الزوج ويرضي وتمشين الحياة. فهذه طبعاً هذا جانب، ولكن الجانب اللي أكثر أهمية هذه اللي إحنا قاعدين نقول عنه الجانب الشخصي. إذا الإنسان كان عنده اضطراب نفسي أصلاً وما عنده ثقة في نفسه ويعتقد أنه هو إنسان ضعيف ولا يستطيع أن يفعل أي شيء، فإذا هو قابل لأن يعني يمسح من الهوية، أي أن أي شخص قباله يقدر يغيره ويعدل فيه ومش عارف إيش وكذا. ولهذا نشوف يمكن أي واحد يعني حتى يمكن معذرة يعني مكالمة توصل بطريقة خاطئة على التليفون النقال من شخص معين انه يبتدي يخلق اثر على يعني حياه يعني هذه الانسان اذا كان هي عندها هذه الشخصيه. بس نرجع هي يعني قناعتها عن نفسها ان هي بالفعل يعني تستطيع انها تتصرف، بالفعل تستطيع ان تاخذ قرارات، تستطيع ان تدافع عن نفسها، اذا الزوج هنا راح يحترمها وهي تحترم الزوج ويعيشون يعني حياه سعيده. لا هي تبي تمسح حياه الزوج ولا الزوج يمسح حياتها. وهذا اللي احنا يعني الحب المتبادل، الموده المتبادله، التقبل المتبادل بين الاثنين هو اللي راح يعني يسير الحياه افضل من فكره ان هوية منه اللي راح تتغيب على. نعم بس عفوا، ما تلاحظون بأن يعني أحيانا الأسر تنظر إلى يعني البنت بطريقة أن المفروض تكونين مطيعة، الدليل أنك أنت فعلا يعني بنتنا وربناك على الأخلاق وربناك على يعني أنك أنت تطاوعينا كوالدينك، يعني هذا الشيء ما يبث فيها نوع من الضعف الشخصية. وهذا نرجع وداد مثل ما قال الدكتور إلى التنشئة الاجتماعية، يعني هي نشأت في بيئة يعني هي خلتها تكون ضعيفة، وان انت لازم تستسلمين وانك انت لازم تبادرين وانت لازم. هذا ممكن يستمر الى الزواج أيضا. فهذا هو هو يعني هنا نيجي القناعه اللي موجوده عند الطرفين، يعني هل اذا كان عنده يعني فكره خاطئه عن نفسه او عن المجتمع اللي حواليه. وهذه اللي انا دائما يعني ارجع لها في يعني في يعني شوف معك مخطط يعني دكتور جاسم. نعم. فيعني اذا كان هذا يطلع واضح ان يعني المشكله مو في الحدث اللي في ما بين يعني الزوجين. وانا حطيت اكس على الحدث شلون ياثر على الجسم او ياثر على السلوك او ياثر على المشاعر، ولكن المعتقدات الموجوده عند الانسان هذه كانت الزوجه أو الزوج عن نفسه وعن أسرته وعن البيئة. فإذا كان هو يمتلك أفكار سلبية مبالغ فيها غير منطقية، فهذه الأفكار هي اللي تسبب الخلل اللي موجود في حياته، وهي اللي تسبب انه والله يتمسح. واحده من الافكار اللي هو اذبح القطوه في يوم العرس، ها أوكي. هذه واحده من الافكار يعني، او انه والله انت المسؤوله عن نجاح الاسره. انا دائما اقول حق يعني الزوجات اقول لهم يعني سبحان الله في يعني في خلق
ربنا لنا، الله أعطانا عينين، أعطانا يعني الأذنين، أعطانا إيدين، أعطانا قدمين كذا، يعني كأن الدنيا تمشي دائما في شيء، شخصين يتعاونون بعضنا مع يعني البعض يعني الآخر. فمن الأفكار هذه اللي إحنا تكون موجودة عندنا إن أهو وبس أو إهي وبس، إهي اللي راح تبتدي تخلق عندنا إشكالية في يعني في حياتنا وفي هذا الخلل اللي إحنا نصير. إذن نرجع، الله يطول بعمركم، الفكرة الأساسية احترام هوية كل إنسان. أكررها يمكن هاي المرة الثالثة، إن الحياة الزوجية ما هي مبنية على إن أنا لازم أكون سعيد بأمسح هوية زوجتي أو هي تمسح هويتي أنا. لا، إحنا نتقبل بعض، نحترم بعض، نطرد هذه الأفكار إني أنا لازم أكون المسيطر، أنا اللي أغلب على الموضوع وكذا من هذا القبيل، وأجعل المرأة يعني بحريتها اللي هي متاحة في حسب العادات والتقاليد والشرع. يقول لك علماء النفس يقولون إن عقل الرجل مثل الحجرات، يعني لما بيتكلم في موضوع معين يفتح الحجرة يتكلم عن هذا الموضوع فقط، وإذا خلص من الموضوع سكر هذه الحجرة. أوكي. المرأة شبكة طرق، أوكي. يعني تتحكى في المواضيع في كل اتجاه وفي كل ناحية. احنا نشوف فيمكن هذا بعد دكتور هم يعني يحتاج ان الرجل يعني يركز على موضوع معين، المرأة مثلا بشكل عام، المرأة لا تبي تفاصيل. اوكي، يعني احنا اللي انا خليني اقول من الناحية العلمية اللي احنا نعرفه ان الأمة العربية اذا جاوا بيتكلمون عن الموضوع، وان شاء الله انا ما كنت الان بنفس الطريقة، إن إحنا نبتدي من نقطة ونمشي فيها شوية بعدين نروح موضوع ثاني، نبتدي نتكلم فيه بعدين نرجع إلى نقطة ثانية، موضوع ثاني بعدين نمشي شوية بعدين ندخل على موضوع ثالث. فهذه الحوارات الزوجية، وأنتوا يعني يمكن يعني الإخوان وكذا المستمعين الآن يشعرون فيها، إن هم يبتدون في سالفة وينتهون في سالفة ثالثة، هم قاعدين يناقشون موضوع ولا تصير يعني هوشة، يعني غير إن إحنا نبتدي في نقطة وروح خط مستقيم ننتهي منها، فهني المشكلة. يعني ما نعرف إذا كان بوصل المعنى اللي أنت بتقولينه أو الفكرة يعني عليه، إن إحنا بطريقة حواراتنا يعني هي مشتتة، يعني احنا بنبتدي في موضوع ما في تركيز على يعني مشكله معينه نتحاور فيها ونخلص يعني انا الموضوع. في زوجه تقول لي ان زوجها يبتدي الهوشه مالته الساعه 12 بالليل الى الساعه 4 الفجر، وبعدين يروح يستمتع يعني عنده هذا شنو الانسان يعني اللي هو يبتدي يفتح النقاش والحوار من هذا القبيل، هذا او انه يعني زوجتي تقول حق زوجها والله امي جنتي وناري، منو قال لك لا؟ منو قال لك لا؟ جنتك ونارك، بس هم زوجك جنتك ونارك. يعني انت يعني احنا ما نبي يعني الفكره هذه اللي موجوده انه يا اخي مو انك مثل هذه، يقول انا اي في البيت، ومن سوء حظه هذا انه هو بيتوتي على قولتهم، هاي صنف انتم الحريم تصنفون الرجاجيل، هذا بيتوتي. صنف بيتوتي والله هو لا قطع لا يوعد شبدنا كله قاعد في البيت ما يطلع ما مش عارف ايش يبقى فيج دكتور ماكو شيء ما هذا يرضي الحريم لا هو قاعد في البيت يرضيها ولا هو طالع يرضيها. انزين اهو هذه البنيه من الساعة 3 إلى الساعة 11 و12 بالليل بيتهم، يا بابا أنا قاعد في البيت تعالي قعدي أبي أسولف وياك أبي مش عارف إيش وهذا، لا أنا شنو يعني بالله شنو أترك أمي علشانك. أنا أتوقف عند النقطة هذه، هذه مشكلة جاسم. بروحة شلون يعني تقدر المرأة بذكاء وفطنة أن تحافظ على علاقتها سواء مع أهلها أو مع زوجها بدون ما تفقد هويتها؟ مو هذا هو الله يحفظك العدالة والعقلانية والرسمة اللي احنا قلناها، لا يكون عندنا معتقدات خاطئة
احنا نركب حياتنا وعلاقاتنا فيما بيننا. انا اعطي زوجي حقه، المفروض اعطي زوجي حقه. يعني دكتور هو انسق الوقت مشكلة. يعني مثلا اذا كان هو في الدوام وانا عندي فتره ويت ويت بابا، الزوج اذا قال لك ما تطلعين من البيت ما تطلعين هذا شيء ثاني، اوكي يعني. هاي اشكاليه انك تطيعين وكذا وهذا. ولكن ايضا في يعني من ضمن الاحاديث ان احد الصحابه عندما توفى وكذا وهذا شنو قال له؟ انه سوف يعني يدخل الجنه وهذا، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبا هذا ما راح سوف يناله العذاب. اي ما كان يخلق زين مع اهل بيت. فاذا الاثنين الطرفين ترى رب العزه والجلال، احنا اذا بندخل في الدين وكذا ما في كمال في هذه القضيه، انه يعني المراه لها حقها في الحياه ولها حقها في الاحترام والتقدير، ولكن يجب ان تطيع مثلا الزوج، ولكن الزوج يجب ان يكون شنو؟ منصف ايضا. في ترى هي معادله صحيح. وايد يعني المحافظه عليها، وشلون احنا يعني نوصل الى يعني الاحترام. انا هذا يعني الاحترام لهويه الزوجه وهويه الزوج، انه والله ما له داعي نغير بعض. نتقبل بعض فيما احنا فيه. أنا أطيع زوجتي بما هو منطقي وعقلاني، وهي لا تكابر. وأيضا الزوجة تطيع زوجها وكذا وهذا ولا يكابر، يعني مو هذه المرأة اللي مرة اتصلت فينا في المكتب وقالت لي إنها هي واقفة في مكان ما في في دولة الكويت، أقول لها إيش حق أنت واقفة هناك؟ تقول لي زوجي قال لي روحي دبري لي 50 دينار. قلت لها شنو؟ دبرين له 50 دينار، وليش انت توقفين بهالشارع؟ قالت لي هناك القصه دكتور يعني لانه يعني قرب الوقت. هذه الاشكاليه انه إيه هي تتهم زوجها بانه هو فارض عليها شيء. لا يبا انت رحتي وقفتي في المكان هذا لان انت عندك مشكله في شخصيتك، وانت هو زوجك عنده مشكله، بس انت هم عندك اشكاليه في شخصيتك. لا يبا كل واحد عنده هويته صح، يحترمها، الثاني يحترمها، يتقبلها، حتى نمشي في حياتنا بطريقه سعيده ان شاء الله. نعم. وبرايك استاذه وفاء يعني كمدربه دوليه، واكيد يعني عندك امور يعني حل لما ممكن تواجه المراه في حياتها سواء الاسريه او الزوجيه. ومثل ما قلنا وداد يعني كل شيء بالاتفاق. يعني مثل ما قلنا احنا في بدايه الحياه طالما انه كل انسان، ومثل ما علق الدكتور بعد ايضا قال انه يعني بدام ان احنا نتفق يعني بالنسبة لنا يعني في حياتنا مثلا الجاية أو في تربيتنا بالنسبة لأبنائنا أو بالنسبة لأسرتنا اتفقنا على شيء معين، خلاص يعني ليش يكون في إشكالية؟ يعني مثل ما احنا نتفق بالنسبة للطلعة أو حتى مثلا بالدشة أو مثلا شنو بالنسبة للأكل أو بالنسبة للحياة أو تربية الأبناء، هذه كلها يكون فيها اتفاق يكون بالنسبة له. نعم. إن شاء الله إذن حياة سعيدة. إذن نقول في الختام ختمنا بالكلام الجميل الحلو منك من الدكتور جاسم الحواجة، نقول إن شاء الله بدون الشعور بفقد الهوية أو الشعور بالسيطرة من الطرف الآخر، لكن نقول دائما بالتفاهم بالتضحية إن شاء الله تكون أحلى علاقة زوجية أو أسرية. نقول لكم شاكلكم متابعة، وإلى اللقاء أسبوع مقبل بإذن الله. على خير. مشكور، يعطيكم العافية. الله يعطيكم.